أنا الدكتور مظفر الرماوي من جامعة بيلر بمدينة هيوستن في الولايات المتحدة، وأريد أن أخاطب اليوم زملائي الأطباء العرب، وأحب أن أتحدث عن بعض المسائل أو النصائح اللي يمكن أن يتبعوها من أجل تطوير أنفسهم والوصول إلى مراتب عليا في الدراسة وفي المهنة. وأهم شيء أنا أناشد فيه أطبائي زملائي الأطباء الصغار هو المثابرة والعمل الجاد. مجالنا الطبي هو مجال واسع، وزيادة المعرفة والخبرة هي مسألة مهمة، والعمل الجاد والشاق من أجل الوصول إلى مراتب عليا. أيضا من المفيد جدا أن نطالع ونراجع الدوريات والمجلات العلمية ونتابع آخر الدراسات ونفكر فيها، وأيضا نفكر كيف تنطبق هذه الدراسات على مرضانا، لأن كل مريض مختلف وكل بلد مختلف، الإمكانيات مختلفة وتوفر الأدوية مختلف. فلذلك من المهم أن نقرأ هذه الدراسات ونطبقها، وأيضا إذا أتيحت الفرصة لأخذ دورات علمية سواء في الجامعات البلدان العربية أو في الخارج، أنه أيضا يستغلوا هذه الفرصة. والدورات الطبية والمؤتمرات العلمية هي فرصة للاختلاط بين الأطباء وتبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة، وأيضا أن نستفيد الزملاء الصغار من الزملاء الأكبر سنا، وأيضا يستفيد الزملاء الأكبر سنا من الزملاء الصغار بالأفكار الجديدة اللي هم ممكن يتبعوها. فبالعمل الشاق والجاد والانتباه كيف ممكن أن تطبق الخبرات العلمية في الخارج على مرضانا، يمكن أن نحسن كثيرا من صحتهم ونتائج العلاج عندهم. وأيضا أطبائنا العرب هم في كل مكان بيرفعوا الرأس وخبراتهم ممتازة، وبالتعاون بينهم وزيادة الدراسة ممكن أن نوصل إلى مراتب عليا بإذن الله. شكرا.